حساب التكامل باستعمال علاقة شارل. إذا نبدأ بعلاقة شارل. إذا نعتبر واحد F دالة متصلة على واحد المجال AB، وعندنا واحد C كتنتمي للمجال AB. إذا عندنا واحد المجال ونقطة كتنتمي لهذا المجال هذا. إذا التكامل من A ل B ل F ل X ل DX كيساوي لنا التكامل من A ل C زائد التكامل من C ل B. إذا نبداو بالحالة الأولى. إذا احسب تكامل E بحيث E كيساوي لنا تكامل من واحد لثلاثة القيمة المطلقة ديال X ناقص جوج DX. طبعا الحال هنا ما يمكنليش نحسب التكامل بشكل مباشر، دونك عندنا هنا قيمة مطلقة، إذا غنحاولو نحيدو القيمة المطلقة. إذا باش نحيد القيمة المطلقة خصني ندرس الإشارة ديال X ناقص جوج. إذا غادي ندير واحد جدول الإشارة، ديال X ناقص جوج، ومن بعد نحددو الإشارة ديال القيمة المطلقة X ناقص اثنان. إذا X ناقص جوج كتنعدم في اثنان. بطبيعة الحال هنا دراسة الإشارة غنديروها في المجال واحد ثلاثة، المجال اللي كنحسب فيه التكامل. إذا X ناقص جوج كتنعدم في جوج، على اليمين إشارة A أي زائد عكس إشارة A. إذا على اليمين كيكون ما بداخل القيمة المطلقة موجب أي X ناقص جوج، وعلى اليسار يكون سالبا أي ناقص X ناقص زائد جوج، لأن حنا كنعرفو بأن القيمة المطلقة لواحد X إذا كانت X موجبة راه كتساوي القيمة المطلقة X كتساوي لنا X، وإلا كانت X سالبة راه القيمة المطلقة X تساوي ناقص X. إذا دابا غنرجعو للتكامل. إذا حنا بان بأن في علاقة شارل غندخل اثنان، إذا من واحد لاثنان القيمة المطلقة ديال X ناقص جوج كتساوي ناقص X زائد جوج، إذا هي ناقص X زائد اثنان DX زائد من اثنان لثلاثة، وهنا القيمة المطلقة ديال X ناقص جوج كتساوي لنا X ناقص جوج، أي كنعوضو القيمة المطلقة ديال X ناقص جوج بX ناقص جوج. دابا غنحسب التكامل بشكل عادي. إذا عندنا الدالة الأصلية ديال X ديال ناقص X زائد جوج هي ناقص X مربع على جوج زائد جوج X واحد اثنان زائد X مربع على جوج ناقص اثنان X جوج ثلاثة. إذا غادي نعوضو، غادي نعوضو X باثنان، إذا ناقص اثنان أس اثنان على اثنان زائد اثنان في اثنان هي أربعة ناقص. دابا غادي نعوضو X بواحد أي ناقص واحد أس اثنان هي واحد على اثنان زائد اثنان في واحد هي اثنان زائد، إذا كنعوضو X هنا بتلاتة، إذا هي تلاتة أس اثنان على اثنان ناقص جوج في تلاتة هي ستة ناقص، كنعوضو X باثنان أي اثنان أس اثنان اللي هي أربعة، أربعة على اثنان ناقص اثنان في اثنان أي أربعة. إذا دابا كنحسبو هاد التعبير هذا، عندنا ناقص أربعة على اثنان هي ناقص اثنان زائد اثنان هي اثنان، عندنا ناقص واحد على اثنان زائد اثنان كتعطينا ثلاثة على اثنان، أو ناقص ثلاثة على اثنان مع الناقص إذا هي ناقص، إذا هنا زائد ثلاثة على اثنان مع الناقص هي ناقص ثلاثة على اثنان. عندنا تسعة على اثنان ناقص ستة، إذا كنوحدو المقامات هنا غادي تجينا تسعة على اثنان ناقص اثنا عشر على اثنان، إذا هي ناقص
ثلاثة على اثنان، هذه راها ناقص. وفي الأخير عندنا ناقص ربعة على جوج ناقص جوج، ناقص جوج ناقص ربعة، أو جوج ناقص ربعة هي ناقص اثنان مع الناقص زائد اثنان. إذا أربعة ناقص ثلاثة على اثنان ناقص ثلاثة على اثنان ناقص ستة على اثنان، أي ناقص ثلاثة. إذا التكامل يساوي واحد. إذا هذه الحالة الأولى. ندوزو دابا للحالة الثانية وغادي نحاول نصوبها بنفس الطريقة. إذا عندنا جي تساوي التكامل ناقص واحد لثلاثة، ثلاثة إكس مربع ناقص ستة إكس دي إكس. إذا حنا عندنا التكامل ديال واحد القيمة المطلقة، وبالتالي خصني نحيد ذاك القيمة المطلقة. إذا باش نحيد القيمة المطلقة خصني ندير جدول الإشارة ومن بعد نطبقو على قد الشهر. إذا جدول الإشارة ديال ثلاثة إكس كاري ناقص ستة إكس. إذا هذه معادلة من الدرجة الثانية كتنعدم في الصفر وفي الاثنان. المجال ديال الدراسة هو ناقص واحد ثلاثة، المجال اللي كنحسب فيه التكامل. هنا غادي نديرو الإشارة ديال القيمة المطلقة أو ديال ما بداخل القيمة المطلقة، ثلاثة إكس كاري ناقص ستة إكس. إذا خارج الجذرين عكس إشارة أ، والداخل إشارة أ. إذا هنا غادي تجينا عندنا موجبة، إذا كتبقى هي ثلاثة إكس مربع ناقص ستة إكس. ما بين الصفر والجوج ثلاثة إكس مربع ناقص ستة إكس سالب، أي ناقص ثلاثة إكس مربع زائد ستة إكس. وما بين جوج وثلاثة ثلاثة إكس مربع ناقص ستة إكس. إذا غادي ندخلو دابا علاقات شال. إذا جي كتساوي، إذا شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو من ناقص واحد للصفر، ثم من الصفر للجوج، ثم من جوج للثلاثة. إذا من ناقص واحد للصفر، ثلاثة إكس مربع ناقص ستة إكس دي إكس، زائد من الصفر للجوج. إذا تما عندنا سالبة، يعني غتكون ناقص ثلاثة إكس مربع زائد ستة إكس دي إكس، زائد من جوج لثلاثة ديال ثلاثة إكس مربع ناقص ستة إكس دي إكس. إذا دابا غنحسب بشكل عادي. إذا الدالة الأصلية ديال ثلاثة إكس مربع هي إكس أس ثلاثة، والدالة الأصلية ديال إكس هي إكس مربع على جوج، أي ناقص ثلاثة إكس. من ناقص واحد للصفر، نفس العملية هنا، ناقص إكس أس ثلاثة زائد ثلاثة إكس من الصفر للجوج، زائد إكس أس ثلاثة ناقص ثلاثة إكس من الجوج للثلاثة. إذا بقى لي هنا نعوض. إذا نعوضو بالصفر، غيجينا الصفر، كيبقى ناقص. إذا ناقص ناقص واحد أس ثلاثة، دونك هي ناقص واحد، ناقص ثلاثة في ناقص واحد هي زائد ثلاثة، زائد نعوضو هنا بجوج. إذا ناقص اثنان أس ثلاثة هي ناقص ثمانية، زائد ثلاثة في اثنان أي زائد ستة، الصفر كيعطينا صفر. نعوضو بثلاثة، إذا ثلاثة أس ثلاثة هي سبعة وعشرين، ناقص ثلاثة في ثلاثة أي ناقص تسعود، هادشي هذا. ناقص نعوضو بجوج، إذا جوج أس ثلاثة هي ثمانية، ثمانية ناقص ثلاثة بجوج أي ناقص ستة. إذا نحسبو، إذا عندنا ناقص واحد زائد ثلاثة جوج أي ناقص جوج، زائد
ناقص 8 زائد 6 هي ناقص 2، و27 ناقص 9 هي 18. 18 ناقص 2 هي 16. إذا 16 ناقص 4 كتعطينا 12.